بعثت زوجة الشهيد أحمد عبد الغني أحد ضحايا حادث كرايست تشيرش الإرهابي برسالة دعم وتقدير إلى رئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن فخرها بوطنية الرئيس السيسي وإدارته الحكيمة لشؤون البلاد. كانت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم قد شاركت في الجنازة الرسمية لشهداء الهجوم الإرهابية الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا. وتوجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا بخالص الشكر إلى وزيرة الهجرة على الحضور والمؤازرة والدعم الذي قدمته إلى أسر شهداء الحادث، وعلى دعوتها الدائمة للتعايش السلمي بين الشعوب والجاليات.